السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. سنتحدث في هذه الحلقه عن انتشار وباء الكوليرا بين المهاجرين الافارقه في محافظه لحج. إذن مشاهدينا، وفقا لمراسل قناة بلقيس في محافظة لحج، فإن مستشفى ابن خلدون استقبل أكثر من 350 حالة إصابة بالكوليرا من المهاجرين الأفارقة خلال 5 أيام. مصادر طبية بمكتب الصحة قالت إن أعداد المهاجرين الأفارقة المصابين بحالات الإسهال المائي الحاد تتزايد، وأن مستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة في لحج يعيش حالة عجز في مواجهة الجائحة، لا سيما وأن الإقبال فاق إمكانيات المشفى. مكتب الصحة في المحافظة ناشد الحكومة والمنظمات الإنسانية للإسراع في إنقاذ حياة المهاجرين، وقال إنهم خاطبوا الجهات المعنية لكنهم لم يجدوا أي استجابة، وأن المستشفى يقدم خدماته للمصابين بما هو متوفر ولا يفي بالحاجة. إذن ما طبيعة هذا الانتشار وأسبابه، وما الذي تم من إجراءات لمواجهته حتى الآن، وما المطلوب للحد من آثاره؟ سنناقش كل هذه التساؤلات بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. السلطات الصحية في محافظة لحج تطلق نداء استغاثة لإنقاذ مئات اللاجئين الأفارقة المصابين بوباء الكوليرا، والمنظمات الدولية لم تستجب حتى الآن. وفقا لهذه السلطات، 150 مصابا وضعوا في قسم الحجر الصحي بمشفى ابن خلدون، وهو أكبر مستشفيات مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، والذي يفتقر إلى الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للعناية بهذا العدد الكبير من المصابين. أعداد اللاجئين الأفارقة المصابون بحالة الإسهال المائي الحاد في ازدياد، ومشفى ابن خلدون العام هو الوجهة المتاحة لهم في هذه المرحلة. المعلومات التي صرحت بها السلطات الصحية في لحج تفيد بأن 5 حالات وفيات على الأقل وصلت من معسكر اللواء الخامس الذي يتواجد به المهاجرون الأفارقة بمدينة صبر، ثاني أهم مدن لحج. مدير مكتب الصحة العام والسكان بمحافظة لحج الدكتور عارف عياش ناشد وزارة الصحة والرئاسة والحكومة والمنظمات الإنسانية، لكن لا استجابة حتى الآن. الوضع كما ترون أمامكم وضع سيء كارثي للغاية. الأعداد كبيرة جدا، الأعداد بتتزايد يوم عن يوم. لم تقدم أي جهة أي دعم لإخراجنا من هذا الموقف، رغم تواصلنا مع الكل، تواصلنا مع المنظمات، تواصلنا مع الوزارة. الكل يرمي بالامور الى الاخرين. انا ارمي الكره الان للوزاره، للمنظمات، اناشد ايضا رئيس الجمهوريه، اناشد رئيس مجلس الوزراء، اناشد وزير الصحه. يا جماعه، هؤلاء بشر، هؤلاء مساكين، هؤلاء لا حول لهم ولا قوه. المنظمات الدوليه وخصوصا منظمه الهجره ترفض التعامل مع المهاجرين المتواجدين في المعسكرات، فيما لم تبدي منظمه الصحه العالميه اي رد فعل لهذه المناشدات حتى الان. تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يقصدون اليمن كممر إلى وجهات إقليمية ودولية بحثاً عن فرص حياة أفضل، لكن هؤلاء لم يكونوا يتوقعون أنهم سيقابلون تحديات جديدة وشديدة القسوة، ومنها هذا الوباء الذي يفتقدون إلى الرعاية المستحقة للتخفيف من أعبائه الصحية على أجسادهم المنهكة. منظمة الهجرة الدولية تعتني في هذه الأثناء بنحو 2000 مهاجر يتجمعون في ملعب 22 مايو بعدن، وجميع هؤلاء يواجهون مصيرا مجهولا في ظل بيئة المهجر الخطيرة في هذا البلد وصعوبة انتقالهم إلى حيث كانوا يخططون أن يذهبوا. أعباء على أعباء يواجهها بلد مثل اليمن الذي تعصف الحرب بكل إمكانياته، ويعيش مواطنوه ظروفا صحية سيئة تحت وطأة الجوائح التي لا تتوقف عن تهديد حياتهم. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من الحوطة في لحج مدير مستشفى ابن خلدون العام الدكتور محسن مرشد. دكتور مساء الخير. مساء النور. إذن دكتور، كما نلاحظ في الفيديوهات يعني الصور مفزعة ومحزنة، يعني ما الذي يحدث في الحوطة؟ أولا في البداية شكرا على الاستضافة. منذ 5 أيام سابقة بدأ مستشفى ابن خلدون يستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين الأثيوبيين، وهم كانوا في أماكن الحجز.
ومصابين بسهالات مائية حادة. نعم. طبعا المستشفى بالقدون وقسم العزل لا يستوعب أكثر من 40 حالة، لكن نعم. فوجئنا بأعداد كبيرة وحالتها سيئة جدا، والمستشفى طبعا بإمكانياتها المحدودة قدم عبر الطاقم الطبي المتواجد لدينا جميع الإمكانيات بجميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية والعلاجات، وهناك طبعا التوافد لا يتوقف حتى الآن، أصبحت تأتي من أماكن أخرى من عدة أماكن يسبب الحالات للمستشفى ويرمى بها ويتحملها المستشفى على كاهلة. المستشفى طبعا أغلب الحالات الحمد لله تعالجت، وهناك بعض الحالات وصلت طبعا متوفية من أماكن تواجدها السابق، وقام المستشفى بجميع الدفن وإجراءات الدفن وتصريح الدفن ومن حفر القبور ودفن الموتى، والذي بلغ إلى اليوم هذا عددهم 17 جثة من المهاجرين الأفارقة. 17 جثة إلى الآن توفيت طبعا من المهاجرين. أيوة 17 هذه طبعا لم تتوفى في المستشفى، إنما وصلت إلى المستشفى متوفية. نعم. إضافة إلى ذلك أن من المهاجرين الأفارقة الأثيوبيين ثلاجة الموتى أصبحت ملآنة بالجثثهم، وهم طبعا في حوادث مروري حصلت في الطرقات، ولم نحصل على تصريح بدفنهم حتى الآن. نحن لا نقدر عاد نستقبل أكثر من كذا، وهذا يفوق إمكانياتنا. نعم. حتى نحن نستقبل هذه الحالات، ولهذا نحن ناشد جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية أن توقف معنا في مقابلة هذا الوضع. طيب يا دكتور، بالنسبة للحالات التي وصلت إلى المشفى، يعني هل تم السيطرة عليها تماما؟ وألا توجد حالة وفيات يعني حدثت في المستشفى يعني خلال الساعات أو الأيام الماضية؟ إلى اليوم هذا لم تحصل حالة وفيات في المستشفى، وإنما الحالات التي أتت متوفية من أماكن احتجازها. نعم. ونحن حتى الآن وكان يعني طبعا سوف نرسل صور، وجميع الحالات يعني في حالة جيدة وصحة جيدة، لكن المشكلة الآن نعم. يعني هو الآن الفيديو يعرض أمامنا على الشاشة سيد أو دكتور محسن، يعني هذه الحالات ربما كما هو واضح أنها يعني يعني حالة مزرية وصلت إلى المستشفى، هل تم السيطرة على الوضع تماما وبالتالي صارت يعني حالة هؤلاء الناس مسيطر عليها؟ طبعا إلى الآن أنا أقول اللي وصلوا أكثر من 400 حالة إلى اليوم هذا، والحالات تم السيطرة عليها وتم معالجتها، لكن ما نكاد أن نعالج هذه الكمية اللي توافدت إلا وتوافدت كمية جديدة مثلها وأكثر منها. نعم. فيبقوا الذي استشفوا موجودين في المستشفى، نحن طبعا صعب علينا تكفل علاجهم وتغذيتهم، حتى التغذية صعب جدا حنغذيهم. بالضبط. وما زال الموضوع غير حاسم، إلى أين يذهبوا هؤلاء؟ هل إلى الحجز مرة ثانية؟ أم إلى أماكن أخرى؟ أم إلى ترحيلهم؟ وهم متواجدين في المستشفى، ونحن قمنا بغسلهم وأعطاهم أشياء ملابس جديدة يلبسوها، وهم الحمد لله تمام. وفي حالات اليوم وصلت من أماكن أخرى، يعني هو الآن من عدة أماكن الآن وصلنا. نعم، لكن دكتور يعني هناك الحديث كثير حول من قبل أو من قبل منظمات معنية بأوضاع النازحين، و يعني هناك في فترات سابقة تتحدث المنظمات بأنها قدمت الكثير لهؤلاء النازحين، وأيضا في مسألة يعني تسهيل العودة وهذه القصص، يعني ما حجم أو ما طبيعة تواجد هذه المنظمات حاليا مع الحالة التي وصلوا إليها وهم متواجدين في المستشفيات؟ طبعا المنظمات مثلا المفوضية السامية تتعامل فقط مع المهاجرين الأفارقة الذي لديهم بطائق تم تسجيلهم لديهم، اما هؤلاء الذين اجوا يعني وعشوائيا وبدون تتواجد لهم بطائق او غير مسجله اسمائهم لديهم، فهذول لا تتعامل معهم. اليوم الهجره الدوليه مقر الهجره الدوليه اليوم وصلوا الى مستشفى ابن خلدون واجوا وشافوا الوضع الكارثي وقالوا ان هذا اكثر من كارثي، وهم طبعا دعمونا اليوم بالسوائل الوريديه وبعض العلاجات. نعم. واجوا مجموعه من الاطباء لكن هم الآن هم أنفسهم مش قادرين يعملوا أكثر من كذا. نعم، بمعنى أن هناك تدخل من هذه المنظمات وقد قدموا إليكم جزء بسيط والصورة صارت متضحة لديهم. أيوة، نحن طبعا المشكلة الآن يا أخي
ان استمراريه توافد هذه الحالات لم تتوقف. امكانيه المستشفى المحجر لا يشفى لاكثر من 40 مريض. الان تخيل في المحجر تجد داخل يعني مريض 200 مريض واخرين برا منتظرين. فليس لدينا هذه الامكانيات كلها. لكن نحن نحاول بشتى الوسائل، والحمد لله ان الى الان لم تسجل حاله وفيه في المستشفى، وانما هي وفيات اجت من خارج المستشفى. نعم، طيب بالنسبه للجانب الحكومي دكتور يعني ومكتب الصحه، ربما هنا الجانب يعني انساني بحت، يعني كما يعني تظهر هذه الحالات هي على او منهاره تماما وتفترش الارصفه، وبالتالي يعني ما هي ردود الجهات الصحيه المعنيه في الجانب الحكومي من ما يحدث في مستشفى ابن خلدون؟ طبعا مكتب الصحه والجانب الحكومي هم قدموا بعض الدعومات التي يقدروا عليها، وهم الان يناشدوا الجهات السلطات العاليه حتى تستجيب لنا وتستجيب لمطالبنا. ومن هذا الشمال هو اليوم وصلت منظمه الهجره الدوليه، ويقال ان منظمه الصحه العالميه اجتمع اليوم مع الوزير، وهم برضه يعني مستعدين للتعاون. طبعا نحن منظمه الصحه العالميه من قبل قدمت لنا العلاجات قبل في السنه السابقه، وكانت ما زالت معانا موجوده من العلاجات والصدمه الطبيه، وهي التي الان ساعدتنا في مواجهه هذه الكارثه، والا كنا ما قدرنا لمعالجتهم. لانهم اعداد كثيره غير حتى المرضى المحليين الذين كانوا يتوافدوا الى قسم العزل كلهم نفروا هربوا بعيدا فلم يستطيعوا الحضور الى المستشفى. فنرجو من الجميع التكاثف والحد من هذا الكارثه. طبعا احنا اجرينا الفحوصات لجميع المرضى، وطبعا وكان هناك الفحص السريع لفحص الكوليرا، وهذا ليس يعتبر يعني هو المعيار الحقيقي، وانما كفحص اولي. فنسبه الكوليرا بين اوساط الذي وصلوا تتجاوز 30% من الحالات اللي وصلت. نعم، اذا دكتور يعني هنا فقط نترك لك مساحه اخيره اذا اردت رساله تود قولها من خلال البرنامج. أنا أقدم رسالة لجميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية أن تنزل إلى مستشفى خلدون وتشوف حجم الكارثة. هؤلاء الأفارقة الآتيين هما حسب ما نسألهم نحن أن نجاوب طلبا للرزق، وهم الآن يواجهون حياة معيشة بائسة، ومنهم من توفى ومنهم من الآن يعني محتاج لمواصلة العلاجات. وهم اغلبهم نحن اجتمعنا اليوم يطالبوا بترحيلهم الى بلادهم. نرجو من الدوله والمنظمه والهجره الدوليه ان تسرع من اعاده هؤلاء الناس الى دولتهم الى موطنهم الاصلي. نعم، وضحت هذا الشكل، وضحت الصوره. اشكرك جزيل الشكر دكتور محسن مرشد مدير مستشفى ابن خلدون العام، وايضا نحن سنبقى بمتابعه دائمه لهذه القضيه، و سيكون التواصل مستمر معكم أنتم كجهات معنية في إدارة مستشفى ابن خلدون في الحوطة بمحافظة لحج. وأرحب الآن بضيفي من محافظة لحج الدكتور أيمن راوح، مشرف قسم العزل الصحي في مستشفى ابن خلدون. دكتور أيمن، مساء الخير. مساء النور أخي. أهلا بك دكتور أيمن، يعني ما الذي يحدث في مستشفى ابن خلدون في الحوطة؟ العظم منك السامي الدكتور أيمن فاضل. نعم، إذا بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. وصلنا من تاريخ 25 تاريخ 25/4 وصلتنا حالات أثيوبية من المهاجرين إلى مستشفى ابن خلدون قسم العزل، وكان الحالات في بشكل كبير الجوفل، وقسم العزل مش قادر يتحمل الأشياء الموجودة داخل المستشفى. قسم العزل مش قادر يتحمل ما بين 30 مريض إلى 50 مريض، والمرضى وصلت داخل قسم العزل أكثر من 350 مريض. واليوم الصباح إلى الساعة من الصباح إلى الساعة السادسة مساء وصلتنا 20 حالة. اغلب الحالات التي وصلت من شبه خلدون الحمد لله، اللهم لك الحمد، رغم الضغوطات رغم قله الامكانيات
لان الغسل مش مؤهل على المغسلات. استقبل حالات كبيره لم تحصل اي وفاره في داخل الغسل. الوفيات نعم. الذي كان الذي وصلت من خارج الغسل. نعم لكن يعني سيد ايمن بالنسبه لهذه الحالات يعني كيف يعني وصل الامر الى ان تصل حالات بهذه الكثافه للمستشفى؟ وكما اكد الدكتور يعني محسن مرشد بانه خلال الفتره السابقه من المهاجرين الافارقه ربما 400 حاله وصلت الى المستشفى، اذا يعني ما اسباب هذا الانتشار الكبير للوباء في اوساط المهاجرين؟ وعدنا احنا نستقبل حالات، يعني عاد اليوم ما خلص، انا امس الساعه 1 في الليل وصلت لي 20 حاله. يعني عاد اليوم ما خلص، وعاد يمكن نوصل اكثر واكثر، يمكن نستقبل في الليل في هذه الليله اكثر من 100 حاله، نتوقع كل شيء. اليوم استقبلنا حالات من العلج، استقبلنا حالات من مستشفى الوقف، استقبلنا حالات من منطقه الصدر، استقبلنا حالات من لور خامس. نعم. لكن سيد أيمن يعني ما طبيعة العمل حاليا في المشفى مشفى ابن خلدون؟ يعني هل يعني وضع العاملين في هذه المستشفى يعني بحالة طوارئ والعمل قائم خلال 24 ساعة، أم أنه يعني هناك فقط للحالات الطارئة؟ يعني كما ذكرت أنت في حديثك منذ قليل بأنه الساعة الواحدة منتصف الليل وما زالت الحالات تصل إلى المستشفى. أكيد داخل قسم الحاكم مشفى ابن خلدون المناضلين 24 ساعة، الطبيب والممرضين عامل النظافة والحراسة كل يوم يطلع طاقم 24 ساعة داخل المستشفى. ما في خلال هذه الثلاث أيام الطاقم نهض وعززنا الطاقم بإضافة الطاقم الأول. ونشكر إدارة مستشفى ابن خلدون الدكتور حسن محسن مجيد والدكتور عارف عياش للجهود اللي بذلوها معنا، وبالامكانيات رغم المهاجرين لم حتى وجبات الغداء، وجبات الغداء يعني الدكتور محسن والدكتور عارف عياش نحاول نشتري لهم حتى الفطور، العشاء والغداء نشتريها من برا، وعدنا احنا مقدم كافيه. نعم. الان نطالب من السلطات المحليه والمحافظه في بعض الحالات شفيات الان عندنا. والليل ما يجي ينقلوهم يشوفونهم الى مكان امن او من الى 22 مايو جهزوا من 22 مايو في محافظه عدن علشان نخفف من الضغط اللي علينا ونستقبل. نعم. طيب الحالات القادمه سيد ايمن من اين تاتي بالضبط؟ الحالات تاتينا من جميع انحاء المحافظه. نعم. لكن يعني هي في معسكرات محددة، بالتالي يعني هنا أقصد هل الجهات المعنية في هذه المناطق التي يعني تتواجد فيها هذه الحالات هل هي يعني قائمة بدورها بشكل كامل في مسألة يعني مكافحة الكوليرا في هذه المناطق؟ يعني كيف هي ظروف المعيشة في المناطق التي يأتون منها؟ لانهم هم مهاجرين مشى يمشي عندهم من على وما على من الحين يتكلم في بعض منهم يتكلموا عربي لاحظ انها من 2003 الى 2000 قال احنا جينا من على وما عبر البحر ورايحين السعوديه وصلنا لليمن حصلنا حظ وقفنا في اليمن وقال البعض منهم ماتوا في البحر البعض منهم متوفين على الخط كم من حاله احيانا يجيبوها على الخط ورجعوا الان ما حط من جوا والحاره هذه الايام توصل الحالات ما اعتقد يجيبوا كانوا طالعين في اللو خامس بدا يتعبوا عليهم خرجنا اتصال كان في اتصال ما بين المستشفى ومدينه الصحه يوم الاحد بالليل الساعه 12 خرجنا فريق طبي الى اللو الخامس ووجدنا كارثه كبيره ان اغلب الحالات متواجده في اللو الخامس وما قدرنا نسيطر على الوضع ومن اليوم الثاني يوم الاثنين تاريخ 25 بدات الحالات تتوافد الى مستشفى خلدون. نعم. اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر سيد ايمن راوح مشرف قسم العزل الصحي في مستشفى ابن خلدون. ومشاهدينا ننوه هنا بانه تم التواصل مع الجهات المعنيه في الحكومه وايضا مكتب الصحه تحديدا وايضا الجهات التي هي معنيه في مساله مكافحه والاوبئه وانتشارها وايضا مع
يعني مكتب الصحة والوزارة، ولكن كل الأجهزة أو كل التلفونات كانت خارج نطاق التغطية، ولم نستطع توفير جهة للحديث حول الموضوع، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا. في الختام أشكر ضيوفي الدكتور محسن مرشد مدير مستشفى ابن خلدون، والشكر أيضا للدكتور أيمن راوح مشرف قسم العزل الصحي في المستشفى. وفي الختام تقبلوا تحياتنا، حتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه.